مساء الخير، مساء الجمال، مساء السعادة. وحشتونا كالعادة من الأسبوع اللي فات، وحلقة جديدة من برنامجكم 50 دقيقة. مساء الخير يا مروة. مساء الخير عليك يا إسلام، ومساء الخير على كل المشاهدين اللي بيتابعونا، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم 50 دقيقة. النهاردة عايزة كل الناس تركز معانا عشان هنتكلم عن موضوع مهم قوي. النهاردة هنتكلم، أنا عايزة كل اللي بيعاني من مرض سكر، ضغط، نقرس، عنده حساسية في جسمه، خصوصا أن الطب التقليدي دلوقتي مش بيعالج الحساسية دي بنسبة 100%، هو جاست بس مجرد مسكن، بيعاني من ألم مفاصل، يركز معايا جدا، عنده ألم في العمود الفقري، عنده مشاكل في الجهاز الهضمي زي القولون، مش بس كمان أمراض عضوية، أنا كمان عايزة اللي عنده أمراض نفسية زي الاكتئاب برضو يركز معانا، لأن احنا النهاردة هنتكلم عن حلقة هامة جدا، عن دواء لكل داء، كمان مش بس دواء وعلاج، ولكن هو كمان وقاية. هنتكلم عن الحجامة، كمان الرسول وصانا بيها، قال في حديث شريف لي، قال صلى الله عليه وسلم الشفاء في 3: شربة عسل، أو كي نار، أو شرطة محجم، وأنا أنهي أمتي عن الكي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنهارده معانا الدكتور اللي منورنا، اللي هيكلمنا طبعا عن موضوع الحجامه، دكتور محمد الفايد، ماجستير تغذيه الانسان وخبير الاعشاب والنباتات الطبيه. اهلا بحضرتك يا دكتور، منورنا. منورنا يا دكتور، شرفتنا. حابه بس كده نتكلم كده، يعني اشرح لنا بحاجه يعني بطريقه مبسطه، ايه هي الحجامه وازاي بتخلص الجسم من كل السموم والامراض؟ ايه هي الحجامه؟ طيب، اولا بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، عدد ما كان وعدد ما سيكون وعدد الحركات والسكون. اولا زي ما حضرتك قلتي، هو هديه السماء للارض على لسان الرسول عليه السلام، وما هو الا وحي يوحى. الرسول عليه السلام امرنا بالحجامه، وقال فيها دواءك في 3 اشياء: شربه عسل، وشرطه المحجم، وقيه بالنار، وانا انهي امتي عن قيه النار. والرسول عليه السلام قال لنا: إذا هاجب أحدكم الدم أو تبيغ بأحدكم الدم فليحتجم. يعني إيه تبيغ بأحدكم الدم؟ الناس اللي هم عندهم درجة حرارة مرتفعة، اللي عندهم ضغط عالي، اللي عندهم مشاكل نفسية، كل الحاجات دي بدل ما يجي له جلطة أو يحصل له أي مشاكل. وده كان إمتى؟ في عهد الرسول عليه السلام. ثانيا، الحجامة فعلا زي ما الرسول عليه السلام أمرنا بيها، وزي ما قلت لحضرتك، هي هدية السماء للأرض. هي فعلا الحجامة جميلة جدا، وبتعالج كل الأمراض اللي موجودة في الجسم بشكل عام، ولكن هنا في اختلاف أنواع الحجامة. تختلف الحجامة من نوع لآخر. طب يعني معلش أقطعك قبل ما ندخل على أنواع الحجامة، أنا حابة أعرف هل يعني الحجامة ليها علاقة بفيروس كورونا، خصوصا إن الموضوع عند العراقيين، يعني في العراق موضوع الحجامة ده منتشر جدا، كان في مريض عراقي كان مصاب بكورونا ووضح، قال ان هو كان عنده زي اعراض كورونا، عنده ضيق في التنفس وثقل في الجسم كده، جسمه تقيل وجسمه ورجله بتوجعه، وبعد ما عمل الحجامه دي كان مصاب بكورونا، هو بعد ما عمل الحجامه حس ان هو نفسه كويس جدا، والثقل اللي في الجسم ده راح وكده. فهل ليه علاقه يعني هي خففت من اعراض كورونا؟ فهل يعني الحجامه، اولا قبل كده ما اتكلم معاك في اي حاجه، هل ليها علاقه يعني بان هي ممكن تقلل من اعراض؟ اولا الحجامه بتستخدم لحاجتين اتنين: الوقايه والعلاج. لو هنتكلم على الوقايه فهي مفيده لكل حاجه في الجسم. لو هنتكلم عن علاج ومشاكل الامراض التنفسيه والجهاز التنفسي بشكل عام، والجيوب الانفيه والزكام والعطس وارتفاع درجه الحراره ومشاكل الصداع المزمن وكل المشاكل اللي هي ممكن نقول عليها اعراض فيروس كورونا الحقيقيه او اعراض البرد العادي، اولا الحجامه بتعمل عمليه توسيع للشعب الهوائيه بشكل عام، وبتساعد على التنفس بشكل جميل، خصوصا لما بنشتغل بحاجه اسمها الحجامه الجافه او الحجامه الجافه المتزحلقه على منطقه المستير، ودي بتبقى من خلف الاذن حتى النقاط الخاصة بالجيوب الأنفية بالكامل. الحجامة هنا بتخلص الجسم من كل المشاكل الخاصة بفيروس كورونا، أهمها إن هي أقوى عام مقوي لجهاز المناعة. تخيلي اللي بيحتجم بيكون عنده جهاز مناعة قوي جدا. ليه؟ لأن حضرتك في الحجامة ما بياخدش دم من دورة معينة زي الدورة الوردية أو الشريانية فقط، لا، ده كمان بياخد من الدورة اللمفاوية، يعني إحنا بنعمل تقابل لكل الدورات اللي موجودة في الجسم في دم واحد، يعني بدل ما يجي يتبرع بالدم يقول لك ما أنا اتبرعت وخلاص خلصت الجسم من المشاكل، مش كفاية. لازم أعمل عملية تقابل الدورات مع بعضها البعض، ازاي الدورات دي تتقابل؟ لازم هنا في الحجامه التشريطيه، والحجامه التشريطيه هي عمليه جراحيه ولازم تكون معقمه وشديده التعقيم، ومن اهم ما يكون في الحجامه ان يكون الحجام نفسه اللي بيحتجم اي شخص
يكون عارف المواضع او النقاط الخاصه باماكن التشريط لان ده مهم جدا، لازم شخص متخصص. ولكن الحجامه بالنسبه لجهاز المناعه اقوى حاجه تقوي جهاز المناعه بشكل عام، اقوى حاجه تنشط الدوره الدمويه في الجسم بالكامل حتى سطح الظهر. يعني مثلا حضرتك لو بتلعب اي نوع رياضه، كره قدم، سباحه، اي حاجه ايا كان، احنا بنشوف السباحين دلوقتي في الناس اللي بتلعب رياضه في زي علامات في ظهرهم كده. اه كويس. فيعني هم طبعا بيعملوا حجامه طبعا. ليه يعني هم هل ليها تاثير ليها علاقه بالعظام طبعاً مثلا طبعاً او حاجه؟ اولا الحجامه اللي الرياضيين بيعملوها او السباحين او الناس دول اولا ليها كذا تاثير. اول حاجه الحجامه الجافه زي ما حضرتك شفتي على الاماكن الخاصه بالسباحه ديت، دي بتبقى ليها كذا نقطه. في حاجه اسمها حجامه جافه خفيفه، وحجامه جافه متوسطه، وحجامه جافه عميقه. بالنسبه للرياضيين بنعمل لهم الحجامه الجافه العميقه ليه؟ لانها مضاده لكل الالتهابات اللي موجوده في الجسم، ومسكن للالام، وكورتيزون طبيعي، ومضادات للاكسده، وكل الحاجات الجميله اللي هي ممكن تخلي ترويه للدم وتنشيط للدوره الدمويه بشكل عام بكتير جدا من الحد الطبيعي. فبالتالي الحجامه للرياضيين هي افضل مغذي طبيعي ممكن نتكلم عليه لكل الرياضيين بشكل عام. فهي طبعا حاجه جميله جدا جدا، لازم كل الرياضيين يستخدموا الحجامه بشكل عام، لان الحجامه في عند الرياضيين والسباحين وكل الناس اللي هم بيلعبوا العاب خاصه بالرياضه والكلام ده، طبعا هنا الحجامه بتخلص الجسم من كل المشاكل اللي موجودة فيها، زائد كمان ان هي بتديله لياقة افضل واسرع، وبتديله كمان يعني حاجات تخص المكان اللي هو بيشتغل فيه او اللعبة اللي هو بيلعب بيها، بيخليه اقوى وافضل بكتير جدا من قبل كده. يعني حضرتك يا دكتور، الحجامة وقاية ام علاج؟ الحجامة وقاية وعلاج للحد الطبيعي جدا اللي هو ما بيعانيش من اي مشاكل، حتى الاطفال، حتى اي سن معين احنا عاوزين نستخدم له حجامه. الحجامه بتقي من كل المشاكل اللي موجوده في الجسم، بتقي من مشاكل الجهاز الهضمي، مشاكل الجهاز التنفسي، مشاكل الجهاز العصبي، مشاكل الجهاز التناسلي بشكل عام. الحجامه وقايه كل الامراض، والرسول عليه السلام كان بيحتجم في الاخدعين والكاهل كوقايه. ولكن العلاج بيختلف عن الوقايه. العلاج بنيجي هنا نبص على الحجامه لثلاث اماكن، في اماكن تشخيصيه، وفي اماكن تشريحيه، وفي اماكن تعبيريه. دي الاماكن الخاصه بالالم والنقاط الخاصه بالالم، دي الحاجات اللي هي خاصه بالعلاج. ولكن الوقايه شيء، الوقايه دي انا ممكن اعملها كل شهرين ثلاثه مره، حاجه ان انا بقي نفسي من كل الامراض اللي موجوده، يعني حاجه انتبيوتيك طبيعي، انت فيروس طبيعي، انت بكتيريا طبيعي، كل الحاجات الطبيعيه دي. انا النهارده باخد، انت قلتي خاصه بفيروس كورونا، طب ما هو ده انت فيروس بيخلص الجسم كل المشاكل الخاصه بالفيروسات، انت بكتيريا بيخلص الجسم كل المشاكل الخاصه بالبكتيريا. طب حضرتك دلوقتي ذكرت ده حيوي طبيعي، ده كله جميل جدا. حضرتك دلوقتي ذكرت ان يعني تورع الدم، وفي ناس دلوقتي بتقول ان بتعارض، يعني بتعارض سوري الحجامه، وبتقول ان هي زيها زي التبرع بالدم. فهل المقوله دي صحيحه، او ان فعلا الحجامه زيها زي التبرع بالدم، او حابب توضح الموضوع ازاي؟ طيب حضرتك لما بتيجي تعملي كده ايدك كده بتعملي ترويه للدم في المكان ده، فممكن تلاقي احمر. لما تيجي تعملي كده على بشرتك تعملي ترويه للدم او تنشيط في المكان ده. لما تيجي حضرتك تحركي ايدك باستمرار ففي اصلا دم موجود، ده كويس. هنا كده احنا بناخد دم من وريد معين او من شريان معين. لما اجي احتجم انا باجي على اماكن معينه خاصه بنقاط معينه، وفي منها اماكن بنستخدمها عن السنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي اماكن ثانيه دي خاصه بالاماكن التعبيريه او التشريحيه الخاصه بالمرض نفسها لازم اخدها. ليه؟ لان انا حضرتك لما باجي احتجم سطح ظهر معين مفيش فيه اي رياضه، قولي لي كده مين الوحيد اللي يقدر يبقى ظهره على طول نشط؟ مفيش. لازم حضرتك تدلكيه باستمرار. طب انا النهارده لما ادلكه بحجامه جافه، وعمل له حجامه جافه متزحلقه، وعمل له حجامه تجميليه، وفي الاخر عمل له حجامه تشريطيه، يبقى انا كده عملت تنشيط عام. طب احنا معانا الصور الحجامه التجميليه هتيجي على الشاشه، ممكن حضرتك يا دكتور توضح لنا وتشرح للساده المشاهدين انواع الحجامه وازاي بتعالج بيها، وهي موجوده حضرتك على الهواء. طيب هي الحجامه اللي موجوده دي اسمها الحجامه التجميليه، ودي نوع من انواع الحجامه. طبعا انا بتكلم على الصوره الاولى اللي هي الحجامه التجميليه. الحجامه التجميليه ديت انا ممكن استخدمها لكل الستات اللي بيعانوا من كل المشاكل اللي انا هتكلم عليها. يعني هي معلش هي الحجامه مش بس دواء او وقايه، كمان بتساعد لو طبعاً. في ستات بتهتم ببشرتها او كده بتتعامل، وحاليا بيستخدموا ده في دول الغرب كلها، يعني المساج والحاجات اللي بيعملوها وكل الموضوع ان في زيوت معينه احنا بنستخدمها زي زيت السمسم او زيت اللوز، وبنجيب الكاسه زي ما حضرتك شايف كده، وبنبتدي نمشي الكاسه في الاماكن من الداخليه للخارجيه ومن اعلى لاسفل،
اول حاجه بتشد تجاعيد البشره بالكامل، ثاني حاجه بتشيل الهالات السمراء اللي تحت العين بشكل عام، ثالث حاجه والاهم لو عندي اي مشاكل خاصه بحبوب الشباب او بحب الشباب في سن معين بتتخلص منها بسرعه جدا. اهم ما يكون دي بقى من اول جلسه ولا طبعا النتيجه بتبان على طول من اول جلسه. كمان في حاجه تانية، الناس اللي هم بيحطوا ميك اب وكلام زي كده، دي تخليكي اسبوع كامل من دون اي حاجه، لانها بتخلي الوش وردي نتيجه ترويه الدم في المكان والتنشيط العام للمكان ده. بتنصح يعني الحد اللي رايح يعمل حجامه دلوقتي عند حضرتك مثلا يا دكتور، تنصحه بحاجات مثلا اكل معين ما ياكلوش او حاجه تشربها؟ مش في كل الحالات يعني، مثلا لو هو هيعمل حجامه تشريطيه المفروض ان هو ما ياكلش قبلها بخمس ساعات، ممكن يشرب اي نوع عصير، ممكن بعد حجامه بساعه او ساعتين يشرب اي نوع عصير وخلاص على كده. لكن لو اي حجامه تانية، احنا عندنا انواع الحجامه، في حاجه اسمها حجامه جافه، في حاجه اسمها حجامه متزحلقه، في حاجه اسمها حجامه مائيه، في حاجه اسمها حجامه دوائيه، في حاجه اسمها حجامه مغناطيسيه، في حاجه اسمها حجامه كاويه، في حاجه طب اسمها. طب معانا صوره دكتور ممكن حضرتك تعلق للساده المشاهدين على الصوره دي خاصه بمشاكل القطنيه يعتبر العمود الفقري اسفل الظهر، وهنا احنا بنشتغل في المكان دوت لان غالبا معظم الناس اللي بتعاني من المشكله دي بتعاني بمشاكل خاصه بعرق النساء بشكل كامل، حتى كمان هتلاقي عندهم الفخذ الشمال لغايه اسفل الرجل او الفخذ اليمين لغايه اسفل الرجل في تقريبا بتبقى زي زمه كده اللي هو ما بيقدرش يحركها وبيحصل له شد عضل في اوقات كثيره جدا. في الحاله اللي زي دي احنا بنعمل له حاجه اسمها حجامه جافه سريعه لتسكين الالم اولا، بعد كده بنعمل له حاجه اسمها حجامه متزحلقه، متزحلقه دي بزيوت معينه بنعمل عملية تنشيط للدورة الدموية في الموضوع في المنطقة ديت. مجرد ان انا بعمل تنشيط للدورة الدموية في المنطقة دي في سائل بيبقى مفقود، السائل ده مجرد اختفائه بيحصل عملية احتكاك ما بين الفقرات وبعضها، مجرد التنشيط بيرجع السائل مرة تانية، فبالتالي بيحصل عملية ايه هنا كده ما بيحصلش الصدام اللي بين الفقرات وبعضها، فبيحصل عمليه تليل للفقره. مجرد ما يحصل تليل للفقره بيحصل عمليه تعويض للسائل الهلامي مره تانية في نفس المكان اللي حضرتك اتكلمت عليه، فبالتالي هنا مشاكل الغضروف بتنتهي تماما مع الحجامه التشريطيه ومع الضغط حاجه معينه. هنا كده دي حجامه على الظهر بالكامل، الحجامه على الظهر بالكامل دي تنشيط للدوره الدمويه، وفي نفس الوقت بنشتغل بيها على مسار الديول، يعني في حاجه اسمها مسار الديول اللي هي الاضلاع اللي هو جانبي العمود الفقري، وهنا بيبقى ليها اماكن معينه، في اماكن خاصه بالمراره بالكبد، في اماكن خاصه بالعنق، في اماكن خاصه بالصدر، كل مكان في حاجه خاصه بالجنس مثلا ممكن. طبعا حضرتك كمان لو اي حد بيعاني من مشاكل الضعف الجنسي او اي حاجه خاصه بالجنس بشكل عام، طبعا دي مقوى عام جميل جدا، وفي نفس الوقت بتخلي فيه عنده ازدياد للقدره لانها بتعمل تنشيط وضخ كامل للدم في اماكن معينه. طيب فده في الجنب. معلش اقطع، بالنسبه للصوره اللي هي بتاعت الظهر دي، انا كاي سيده بتتفرج علينا او انا كبنت دلوقتي عايزه اعمل الحجامه دي، عندي تخوف ان الموضوع ده يسيب عندي علامه او ايه هي بقى الاثار الجانبيه اللي بتسيبها؟ اولا هو قول ما لها وما عليها. طيب برضو هو يعني هو اولا في هنا حاجه، يعني حضرتك ايه نوع الحجامه بالظبط اللي انت هتعمليها على ظهرك؟ لو هي حجامه جافه دي بتسيب اثر تقريبا ممكن 24 ساعه زي اي صوره حضرتك انت شايفاها. الحجامه يا جماعه يعني شفط هواء، اي حاجه بتشفط هواء حضرتك دي اسمها حجامه، حتى احنا عندنا حاجات كتير جدا بتشفط الهواء ولكن احنا عندنا مسميات تانية خالص بره كلمه حجامه، لان كلمه حجامه دي احيانا بتضايق ناس كتير، ولذلك احنا دايما لما بنيجي ننصح بالحجامه احنا ما بنقولش للناس بطلوا الدواء، احنا بنقول لهم ده مكمل، ده بيساعد مع العلاج اللي انت بتستخدمه، ولكن عند السيدات طبعا ده امر طبيعي جدا ان هو يسيب اثر لمده 24 ساعه وبعد كده بيختفي تماما. بالظبط الله يفتح عليكي. تمام، الاحمرار ده كله بيبقى عباره عن ترويه للدم في المكان ده وتنشيط للدوره الدمويه في المنطقه ديت، وده امر طبيعي جدا وده طبعا بيخلي فيه نشاط وحيويه وقوه لا تتخيليها فيما بعد. ده بالنسبه للسيدات. هل الابحاث العلميه اثبتت صحه العلاج بالحجامه والطرق بتاعتها كعلم يعني؟ هل ده ثبت علميا؟ بص حضرتك، اول حاجه نزلت علاج للعالم كله واكتشفوه الفراعنه بعد كده الصينيين هو الحجامه. حضرتك في صور هنا زي دي كده مثلا من بعد الفراعنه كمان، وفي كمان صور تانية وهي مرسومه على الجدران بتاعه اللي هي معابد صور، ودي كمان عند القدماء المصريين بعد الفراعنه. طبعا كل الحاجات ديت، كل الرموز اللي موجوده ديت وكل علماء الاثار اللي هم اتكلموا عليها بعد كده واللي اتكلم عليه سيدنا النبي فيما بعد عن الحجامه واثار الحجامه على الصحه النفسيه والحاجات دي كلها، طبعا الحجامه بتشكل او بتعالج بنسبه 99% من كل الامراض اللي موجوده، ولكن هنا في حاجتين، ايه المرض
ومين اللي هيعالج المرض، او ايه التشخيص السليم اللي ممكن نقول ده عاوز حجامه، والحجامه اللي هيحتاجها المريض هل هي حجامه جافه ولا تشريطيه ولا كاويه ولا مائيه ولا مغناطيسيه ولا دوائيه ولا مغناطيسيه، ايه نوعها؟ سؤال مهم جدا، امتى انا اقول انا محتاج اعمل حجامه؟ ده يرجع للحجام نفسه اللي هو يشوف الحاله ويشوف هي محتاجه ايه. يعني مثلا مريض الضغط المنخفض ما ينفعش اعمل له حجامه تشريطيه، هموته. مثلا الناس اللي هم بيركبوا اجهزه في القلب ما ينفعش، الناس اللي بتكسر كده ما ينفعش، الطفل الصغير اللي بيخاف ما ينفعش، اي حد بيخاف من كلمه حجامه ما ينفعش ان انا اعمل له حجامه. مين اللي عمل له حجامه؟ اللي هو جاي مقتنع ان انا اعمل له حجامه، وان الحجامه دي سنه نبويه، وان الحجامه دي بتخلص الجسم من كل الامراض اللي موجوده فيها. وهنا ابتدي اشخص انا كحجام ايه نوع الحجامه اللي الشخص ده محتاجه. يعني مثلا عندنا حالات خاصه بفرط الحركه والذكاء والتلعثم عند الاطفال وحاجات كتير جدا، كل المشاكل دي الحجامه بتجيب فيها نتيجه رهيبه. عندنا مشاكل خاصه باسفل الظهر زي ما حضرتك شايفه كده، طبعا اثبتت الحجامه ان هي اول حاجه بتعالج الـ 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 الفقرات بطريقه لا تتخيلها، اذا كان من فقرات الظهر او خلافه. بالنسبه للحجامه في المناطق دي من اول جلسه تقريبا، لو انت عندك مشاكل في الغضروف بعيد عن التهابات الاربطه والكلام ده، طبعا الحجامه هنا بتجيب نتيجه هايله من اول جلسه. ده حقيقي، يعني حضرتك ممكن تبقى تعبان لمده سنه وتعمل جلسه حجامه تمشي. ده بالنسبه لده يعني حاجه لا تتخيليها كمسكن للالام وكمضاد للالتهابات وككورتيزون طبيعي خاص بالجسم بالكامل، ده حاجه جميله جدا. طب احنا حضرتك في زمن الكورونا دلوقتي ازاي الحجامه تقينا من هذا المرض اللعين؟ يعني ازاي حضرتك ان احنا نعمل الحجامة تنشط الجهاز المناعي وتقينا من هذا الفيروس؟ طيب بص يا سيدي، موضوع فيروس كورونا، يعني انا هتكلم معاك على الابحاث اللي انا حتى عملتها في الرسالة عندي. موضوع فيروس كورونا ده موضوع خطير جدا شاغل العالم كله، حتى الان مفيش علاج فعال لفيروس كورونا، ولكن اثبتت الابحاث والدراسات العلمية في بعض الدول الاجنبية كسم النحل والحجامة والإبر الصينية كعلاج أول لمرضى فيروس كورونا. اكتشفوا في إيطاليا أن النحالين في أزمة إيطاليا كان أكبر عدد، أنا بكلمك بالأبحاث العلمية، كأكبر عدد مصاب في إيطاليا بفيروس كورونا، اكتشفوا أن النسبة الكبيرة جدا منها من النحالين لم يصابوا بفيروس كورونا. فلما جم يطلعوا لدخ النحل حضرتك عشان خاطر يشوفوا ايه الحاجه اللي بتخلي في النحله ديت ما تخليش الانسان يصاب باي نوع من انواع الفيروسات، لقوا ان في لدغ النحل ده انتبيوتيك طبيعي وانت فيروس طبيعي والله، ولقوه انت بكتيريا طبيعي، ولقوه حاجه جميله جدا لانه بيقي الجسم من كل الحاجات. طبعا انا ممكن استخدم الحجامه مع لدغ النحل وممكن استخدم الحجامه مع الابر الصينيه، يبقى اذا هنا ان الحجامه مجرد ان انا اعمل عمليه تنشيط، مجرد ان انا بعمل تنشيط يعني انا حضرتك بغير كل حاجه في جسمي بخرجها وبجيب جديد احطه. التغيير في حد ذاته بالنسبه للدم او للتنشيط حتى لو ما فيش دم او اي نوع من انواع الحجامه ده مقوى عام، اي حاجه تنشيطيه هي اسمها مقوى عام في الاخر، من الصعب جدا. طبعا انا هنا ببني جيش كبير جدا ان هو بيقاوم معايا اي مشكله خاصه باي نوع من انواع الفيروسات. وعشان خاطر على فكره بالمناسبه ان انا اصاب في فيروس لازم يبقى في مشكله في الجراثيم، لازم يكون في مشكله في البكتيريا، لازم يكون في مشكله في الطفيلات في الفطريات، كل المشاكل دي لازم تكون موجوده قبل موضوع الفيروسات. في تطبيق فعلي اوريدي زي ما قلت لحضرتك، ان حد في العراق مريض كان مصاب بفيروس كورونا واستخدم الحجامه وقللت من حده يعني الاصابه بالاعراض بتاعتها. احنا بيجي لنا ناس مثلا وليكن بتبقى قاعده بالثمان تسع شهور عندها مشكله في حته الزكام والتنفس وكلام زي كده، وممكن في الحلقات الثانيه انا اعرض لكم الحالات دي. احنا من اول جلسه بنشتغل فيها على الاماكن التنفسيه خاصه بالنقاط الجيوب الانفيه وعضله المستيض، مجرد اول جلسه من اول 40 دقيقه بيحصل اختلاف شامل وتام، بيحصل عمليه تذوق سليم، وبيحصل النفس او التنفس بيبقى بشكل بسيط في الاول، ولكن مع مرور الوقت التنفس بيكون اسرع وافضل بكتير جدا. فبالتالي ان الحجامه بتقي من فيروس كورونا او كوقايه من فيروس كورونا ده بنسبه لا تقل عن 90% خاص في ولكن هنا في الوقت ده اهم حاجه ايه في الموضوع عشان بس يعني ما نختلفش مع بعض، التعقيم مهم جدا اذا كان من الحجام او من محتجم. لازم نروح كمان لحد متخصص، ده مش اي حد يعمل له حجامه وخلاص. طيب. ده مهم جدا. ايه علاقه الحجامه بالامراض النفسيه؟ طيب احنا عندنا بعض العوامل الخاصة بالأمراض النفسية اللي العالم كله بيعاني منها في الوقت اللي احنا فيه، زي الحزن بيأثر على الرئة، القلق بيأثر على المعدة، الخوف بيأثر على الكلية، الحزن كمان أو الجرح بيأثر على القلب.
لما نيجي نربط العوامل النفسيه ديت هتلاقي ان انت عندك في نسبه الادرينالين هتلاقيها بتعلى، فهتلاقي ان انت بتصاب باكتئاب ومشاكل نفسيه رهيبه. كل اللي انت بتروح له اول حاجه بيعملها لك بيديك ادويه اكتئاب تخليك نايم 24 ساعه، فبالتالي انت ما فيش نتيجه. طيب لما تجي لي انا بقى كحجام عشان خاطر اخلصك من كل المشاكل النفسيه ديت، انا لازم انتج لك هرمون اسمه هرمون الاندروفين، ودي من الحاجات المهمه جدا اللي هي بنقول عليها الماده المزاجيه اللي احنا نقدر نخرجها عند التقاء الدوره الشريانيه بالدوره الورديه. بيحصل ايه؟ بيطلع ماده صفراء، الماده الصفراء دي بتيجي هنا تقابل معانا حاجه اسمها الدوره اللمفاويه. الجسم عباره عن ثلاث دورات، مجرد ما بيحصل ان احنا نقابل الثلاث دورات دول ببعضهم بنتج من خلالهم هرمون اسمه هرمون السعاده، وده طبيعي جدا. تلاقي اي حد هدي والضغط بتاعه هدي ومزاجه بقى رايق وما عندوش اي مشاكل خالص. حتى في الحصانه، تعالى كده نتكلم عن الحصانه، لما تلاقي حصان هايج ومش عارفين يوقفوه تلاقيهم بيجيبوه من فوق لتحت، ده اسمه مسار الديول العمود الفقري، من فوق لتحت من فوق لتحت. ده بهديه لما باجي الاقي طفل مش قادر ينام بنيمه على بطنه، بعمل ايه؟ بجيبه من فوق لتحت من فوق لتحت. نفس فكره الحجامه، فكره الحجامه في حاجه في الصين كانوا عاملينها اسمها اليانج والين. دي حاجه اسمها اليانج والين، دي حاجه خاصه بالحراره او بالطاقه. اليانج ده الطاقه بتاعته عاليه جدا، والين الطاقه بتاعته قليله قوي. اليانج ده اللي هو ارتفاع ضغط الدم وارتفاع درجات الحراره والمشاكل النفسيه والتوتر العصبي والقلق والكلام ده كله، فانا بشتغل على الين بهدي الكلام ده. طب لو الين عالي عندي اللي هو الطاقه قليله زي مثلا انخفاض الضغط، الارهاق، الخمول، التعب، ببتدي عليها عن طريق اليانج. باجي اخد الدرجات بختلف من درجه لتانيه، برفعها عن طريق التدليك بدل ما انا بدلك من تحت من فوق لتحت عشان اهدي الطاقه، لا انا هبتدي ارفع الطاقه من فوق لتحت. ودي حركات او حاجات طبعا ما يعرفهاش غير الحجامين اللي هم دارسين الحاجه دي او اللي هم طبعا بيمارسوا الحاجه دي، ودي حاجه مهمه جدا جدا. طيب كنت عايزه اسال حضرتك سؤال، يعني هل اللي بيعمل حجامه دلوقتي يقوم يتعامل عادي ولا بيبقى فيه فتره نقاهه؟ بس قبل ما تجاوبنا على السؤال ده، حابه لو مثلا عندك بيج او الناس حابه تتواصل معاك ممكن بس نعرضها مثلا نقولها او كده للناس على الفيسبوك او اي موقع سوشيال ميديا. طيب لو الناس حابه تتواصل معاك، الحلقات بتاعتنا كلها على اليوتيوب باسم محمد الفايد، وعلى البيج باسم محمد الفايد. طبعا كل الحلقات احنا حاطينها عربي ولا انجليزي؟ عربي وانجليزي الاثنين مع بعض، بس على اليوتيوب هنكتب الباحث في علوم تغذيه الانسان جامعه الزقازيق. ده بالنسبه. طيب ممكن حضرتك تذكر رقم تليفونك وممكن نحطه طيب على الشاشه عشان هو حضرتك هو مع الاعداد رقم التليفون. طيب معروض. اوكي لحجز دورات الحجامه مع الدكتور محمد الفايد، الارقام معروضه دلوقتي قدامكم على الشاشه لاي حد حابب يستفسر او يحجز مع الدكتور. الدكتور بيعمل جلسات حجامه وكمان بيدي كورسات. طب حضرتك عندك وابر سنيه وسمنة المقرات بتاعتك فين عشان برضو الناس تبقى عارفه؟ احنا حاليا عملنا حاجه في اسكندريه وفي حاجه في القاهره وفي حاجه في الزقازيق، وحضرتك يعني بنكمل بقيه المراكز يعني. تمام. طيب نرجع لموضوعنا والسؤال اللي كنت بساله لحضرتك، يعني هل دلوقتي اللي بيعمل حجامه دلوقتي يقوم يتعامل عادي مع الناس او كده ولا بيبقى فيه فتره نقاهه او بس يعني زي يفضل ان اليوم اللي هيعمل فيه الحجامه يكون مرتاح خالص. طبعا اللي بيعمل حجامه ده اذا كان هو اصلا مريض فلازم ليه فتره راحه، اذا كان وقايه هو على قد اليوم اللي هو بيرتاح فيه، وبالتالي تاني يوم ممكن يحصل او يحس ببعض الالام البسيطه نتيجه التنشيط الغير طبيعي اللي هو عمله قبل كده، لان الجسم في الغالب بيبقى مرتاح طول الوقت سنين طويله، فمجرد التنشيط زي بالظبط لما واحد يبقى قاعد ويقوم يجري فجأة فبيجي له شد عضل أو أي حاجة زي كده، فده تنشيط طبيعي جدا. إيه هي فوائد الحجامة؟ فوائد الحجامة دي كتير جدا. يعني مثلا الناس اللي هم بيعانوا من مشاكل القلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين، دي بتوسع الشرايين وبتقي الجسم من كل المشاكل الخاصه بالاوعيه الدمويه زي التورمات او المغز في القلب او الكلام ده كله، فبالتالي ان الحجامه مفيده جدا ليهم. الناس اللي بيعانوا من مشاكل الكوليسترول المرتفع طبعا بتخلص الجسم من كل الدهون اللي موجوده فيها واليوريك اسيد والكلام ده كله عشان موضوع النقرس والاملاح، وكمان السوائل اللي هي خاصه اللي تحت الجلد نتيجه ان اليوريك اسيد عنده عالي جدا. وكمان الحجامه مفيده جدا للناس اللي بتعاني من مشاكل الخشونه والعمود الفقري، وكمان الحجامه مفيده جدا للناس اللي بتعاني من مشاكل الصداع والجيوب الانفيه والمشاكل المزمنه الخاصه بالتنفس، كمان الحجامه مفيده جدا للاطفال اللي بيعانوا من مشاكل فرط الحركه او التلعثم والكلام ده كله. اتفضل معانا علي من المنصوره. اهلا استاذ علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك دلوقتي كان رجلي بس بتوجعني شويه.
ليه بتوجعك؟ ليه بتوجعك؟ ايه السبب؟ والله يا دكتور من غير اي حاجه دكتور كده، هي يعني وجع يعني مش جامد او كده. لوحدك كام سنه؟ انا بتاع 37 سنه. وزنك كام كيلو؟ وزني 90 كيلو. طولك كام؟ طولي 180. انت الوجع فين بالظبط في رجلك؟ في الركبه. في الركبه، في نغز في كعب رجلك من تحت او حاجه؟ تمام. في نغز في كعب رجلك من تحت؟ لا خفيف. طب في حرقان في مشط رجلك من قدام؟ اه تمام. في تشنجات في صوابعك في ايدك او رجلك؟ مش دايما. طيب انت ركبه واحده ولا الاثنين؟ لا في يعني ممكن ركبتين بس. آه. بس الوجع مش مستمر يعني ده. طيب انا هنصحك ان انت تعمل تدليك ببعض الزيوت اللي انا هقول لك عليها حالا، تبقى زيت كافور وزنجبيل وقرنفل، مجموعه الزيوت دي جميله جدا. النسب وكمان النسب النسب متساويه ما بينهم وبين بعض. وكمان هتستخدم حاجه كورتيزون طبيعي ومضاد للالتهابات ومضاد للاكسده. هتجيب لبان دكر مطحون 50 جرام، قسط هندي 50 جرام، هتجيب كركم 50 جرام. كده انت بتدي الجسم كورتيزون طبيعي كامل. نشكرك يا استاذ علي. وفي نفس الوقت هتستخدم الحجامه الجافه المتزحلقة على المكان ده، هيجيب معاك نتيجة كويسة جدا. قسط هندي ده بيتباع عند العطار؟ كل ده عند العطار. طب ليه الدم بتاع الحجامة اللي هو بينتج عن عملية الحجامة بيكون لونه قاتم اللون؟ بص، أي دم هيخرج للهواء بيبقى قاتم اللون، اتفرج عليه هو جوه الكيس مش قاتم اللون ولا حاجة، ملوش أي علاقة أبدا. بس ممكن يكون قاتم اللون في بعض الحالات، زي مثلا الناس اللي هم بيدمنوا التدخين أو الناس اللي بيشربوا نسبة كحوليات عالية أو الكلام ده. طب عندي سؤال، يعني دلوقتي لو يعني أجري فحص على عينة الدم المستخرجة من الحجامة، هتبقى نفس يعني نفس عينة الدم اللي النتائج بتاعتها بتبقى نفس؟ طب مش بيبقى في المفروض بيبقى بتطلع هو بسموم لا او حاجة كده، بتبقى كلام. نفس عينة جسم الانسان احنا اختلفنا كتير جدا في الموضوع ده. أوكي. والموضوع ده فيه نظرية وشرح كبير قوي، ولكن الموضوع باختصار احنا عندنا في حاجة اسمها الكبد. الكبد ده ليه وظيفة معينة في الجسم، هو الفلتر اللي بيمتص كل السموم اللي موجودة في الجسم بالكامل. لو حصل في أي خلل بيحصل إرهاق وخمول في الجسم بالكامل واصفرار في بياض العين واحمرار على الجلد، فأنا أعرف إن أنا عندي مشكلة. هنا لما باجي أعمل أي نوع من أنواع الحجامة، لو في مشكلة في الكبد ده إيه الأعراض اللي هتظهر على الواحد؟ طيب شخص؟ أعراض مشاكل الكبد، الكبد أولاً وظيفته إن هو بيمتص، أو الفلتر اللي بيمتص كل السموم اللي موجودة في الجسم بالكامل. لو حصل في أي خلل بيحصل عملية إرهاق وخمول في الجسم بالكامل واصفرار في العين واحمرار. طيب في بياض العين. إحنا معانا اتصال، هنستأذن حضرتك. طيب. من أم كريم. أهلاً يا أم كريم. السلام كريم، السلام. أهلاً بحضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام، إزيك يا أم كريم؟ الله يبارك في حضرتك، شكرا قوي على البرنامج الجميل ده. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي. الله يخليك. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. بقول لحضرتك انا عندي سؤالين معلش. اتفضلي. هو ابني بنتي عنده 4 سنين وما بيتكلمش. ففي ناس انشاؤوا ليها ان هي تعمل هو تاخد مثلا كام نحله في وشه او تعمل ايه صينيه. فهل ده صحيح ولا مش صحيح؟ تمام. السؤال التاني عن ابني. انا بقى بص يا دكتور، انا بقالي 15 سنه بعاني من الام في الجهاز الهضمي كله، عملت كل التحاليل ومناظير وشكل. ففي ناس بيقولوا لي على الاعشاب، حتى اعشاب المشكله ان الاعشاب بتعمل لي تعنيه، وهي المشكله عندي من 15 سنه لما بيجي لي التعنيه بيعمل لي قرش في نفسي. فقالوا لي اعملي حجامه بس مش هينفع عشان انا مركبه جهاز سبيكر في القلب. اه لا مش هينفع. فانا مش عارفه اعمل ايه في المريء. المريء حاله صعبه أوكي. ودلوقتي قالوا لي في حاله كورونا، فتعبت خدت مضادات حيويه كتير فتعبت لي وجهي. جزاك الله كل خير، يعني مش عارفه اعمل ايه بصراحه. انا باخد سم النحله يا دكتور بقالي 15 بقالي 5 سنين باخد سم النحله، وقفت بقالي 4 شهور باخد سم النحله في المناطق بتاعت المريء والبطن، برضه بزيد مش مفيش نتيجه خالص. طيب مش هرد عليك. شكرا ليك يا أم. شكرا ليك يا أم. أولا المشاكل الخاصة عندك بالجهاز الهضمي دي، حضرتك أسهل حاجة النهاردة أن أي عشاب أن هو يصنع حاجة اسمها ملينات. مجرد أن يحصل ملين المريض بيرتاح، وده مشكلة، لأن مع الوقت ده ممكن يعمل لك مشاكل كبيرة جدا في مشكلة الإخراج. وبعد كده أنا تعودت على الملين، فأنا مش هعرف أعمل حمام غير بالملين، فهدخل في قصة بواسير وقصة طويلة بعد كده. فأنا أنصحك بلاش العشاب اللي أنت بتتعامل معاه، لأنه هو بيشتغل معاك بفكرة الملينات. لأن أي مشكلة خاصة بالجهاز الهضمي ممكن نقول عليها القولون بشكل عام، بيحصل مشاكل
في انتفاخات او تقلصات او ارتجاع المريء او الم اسفل الظهر او رائحه فم مش مظبوطه او هالات سمراء تحت العين او مشاكل خمول وارهاق بالكامل او مشاكل عظام، ده كله من مشاكل القولون، او مشاكل صداع مزمن ده برضه القولون. كل الحاجات دي لازم تروح لحد حضرتك يعني يكون فاهم او يكون متخصص في علم التغذيه عشان خاطر يديك الحاجه دي. بالنسبه لابن حضرتك طبعا موضوع التلعثم والكلام دوت، طبعا ما ينفعش ان انا برضك اشتغل كده، لازم يكون في متخصص يباشر الحاله اذا كان يقول ده يمشي معاه سم نحل او يمشي معاه ابر صينيه. انا ما اقدرش اجاوبك غير لما نشوف الحاله نفسها. او طيب معانا اتصال اخر من الاستاذ وليد من المنوفيه، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل حضرتك. بعد اذنك يا دكتور. اتفضل حضرتك يا دكتور. انا كان من فتره كنت حاسس زي تنميل والم في دراعاتي، وبعدين عملت اشعه رنين فطلع ان في انزلاق في تقريبا في ثلاث غضاريف في فقرات الرقبه. فكنت عايز اسال بالنسبه لي انا ايه اللي ممكن اعمله، حجامه او ايه تاني؟ وكان في مشكله برضه عند ابني، لو اقولها لحضرتك. عند ايه؟ اتفضل. عند ابنه. اتفضل. ابني الصغير. كان ابني من 4 سنين كده كان حصلت له مشكله اثناء عمليه جراحيه، ف تسببت لتوقف القلب فمنعت الدم عن المخ فسببت له جمهور في خلايا المخ. فدلوقتي حاليا هو حضرتك وصلنا بعد طبعا 4 سنين في علاج طبيعي وتخاطب، وصلنا لمرحله يعني الحمد لله، بس هي سايبة عنده اثر في الحركه ايده والرجل الشمال، زائد يعني الكلام مش طبيعي قوي برضه. فهل تنفع معاه حجامه او اي حاجه ثانيه؟ طيب هو بالنسبه لابن حضرتك ده لازم نشوفه على الطبيعه عشان نقول ينفع او ما ينفعش، ده رقم واحد. لكن في الغالب الحالات اللي زي ديت بنعمل له حاجه اسمها حجامه جافه سريعه، والحجامه الجافه دي في حاجه ما بين الجلد وما بين العظم اسمها الصفاق او الشغط. مجرد ما يحصل ان الصفاق او الشغط دوت يمسك في الجلد يحصل عمليه تشنجات عصبيه ويحصل عمليه دمور في الجسم بالكامل، فبالتالي لازم يكون حد متخصص في الحاجه دي عشان يقدر يشد الصفاق من الجلد ويحصل عمليه ارتخاء للعضلات بشكل كامل، وبعد كده الطفل يعني من اول 3 4 جلسات يكون بشكل كويس. حضرتك تعمل الموضوع وده هيكون افضل بكتير جدا من العلاج الطبيعي. ده بالنسبه لابن حضرتك. بالنسبه ليك السؤال بتاعك كان بخصوص الفقرات اللي هي العنقيه. طبعا تعميل. كل الناس اللي عندها اي مشاكل في الرقبه، شوفي مشاكل الغضاريف ديت والاعلانات الكتيره اللي احنا بنشوفها في التلفزيون، مشاكل كل مشكله او كل فقره في الجسم ماسكه حاجه معينه في جسم الانسان. يعني مثلا هو عنده مشاكل تنميل في الدرعان ومشاكل الم كبير جدا في الكتف وحاجات كتير زي كده، دي كلها اعراض لمشكله. المشكله الاساسيه بتاعته عنده في الفقرات اللي هي العنقيه. مشكله الفقرات العنقيه لازم يتعمل لها 3 انواع حجامه، حاجه اسمها حجامه جافه سريعه وحجامه متزحلقه وحجامه تشريطيه، ولازم تتم الحجامه على الاخدعين، وده كان مكان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعمله تحت عضله المستاد مباشره، والكاهل اللي هو ما بين منطقه الكتف، وبالتالي من اول جلسه هتلاقي نتيجه رهيبه حصلت معاك ان شاء الله. ايه هي الخطوات المتبعه في اجراء الحجامه؟ اول حاجه موضوع التعقيم، وده اهم حاجه اجراء عمليه الحجامه. اذا ما كانش يكون في تعقيم مهم جدا للطرفين الحجام والمحتجم، هيكون في مشكله كبيره جدا اللي هي ممكن نقول عليها العدوى او مشاكل فيروسيه اكبر بكتير جدا من فيروس كورونا. طبعا اهم حاجه التعقيم، القلابز، الكمامه، الكحولات، البتادين، كل الحاجات حتى في المناطق اللي احنا بنشتغل عليها كالجلد نفسه لازم نعقمها بشكل كويس جدا. دي قبل الحجامه، وبعد الحجامه بنعيد نفس الحاجه تاني اللي هو الكحول مره تانيه والبتادين على نفس الاماكن. والغرفه اللي بيتم فيها عمل الحجامه لازم تكون مهيئه نفسيا، يعني الالوان تكون كويسه، الصوت يكون هادي فيها، الروائح تكون جميله. يا دكتور معانا مداخله برضه. صبري من المنصوره. السلام عليكم. استاذ صبري. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الوقت يا دكتوره في مؤاخذه، هو الدكتور مع حضرتك. اوكي. في العظم كده في الركب وجراثيم الرين كده، ساعه ما يقعد مثلا شويه كده ويقف رجليه في الصرقع وكده. طيب هو احنا هنا عندنا صوره كنا عاملينها على الركب، حضرتك خليك معانا واسمع الكلام ده. شكرا استاذ. كان في صوره احنا كنا عاملينها يا جماعه للركب، يا ريت لو حد يعرضها يعني. هي حالا دلوقتي هتنزل على الشاشه. شكرا استاذ صبري. طيب بصوا يا جماعه، هي موضوع الركب لكل الفئات العمريه. احنا عندنا ممكن يكون سبب المشكله الخاصه هي دي يا دكتور الصوره اللي على الشاشه. ماشي. كل المشاكل الخاصه بالركب ممكن يكون سببها كذا حاجه. اول حاجه ممكن يكون سببها نتيجه ان نسبه اليوريك اسيد عندي عاليه فسابت
تراكم او عملت تراكم املاح بلوريه على منطقه معينه، فعملت عمليه خشونه في الركبه نتيجه الاملاح ترسبت في المكان ده. ده واحد. رقم اتنين، ممكن يكون نتيجه برد عادي او رطوبه نسبيه معينه في المنطقه دي نتيجه الشتاء والصيف والحاجات دي. رقم ثلاثة والاهم، ممكن يكون مشكله خشونه. لما نيجي نتكلم عن مشكله الخشونه هنقول ان في حاجه اسمها او الفقرات بتكون قريبه لبعضها. كل ما الفقرات بتكون لبعضها بيحصل عمليه احتكاك ما بين الفقرات وبعضها، فبيحصل عمليه ايه، الم فظيع. فاحنا هنا بنعمل ايه؟ بنعمل حضرتك اللي انت شايفاه دي المواضع الخاصه بالركبه. بنجيب الكاسات نحطها على المكان ده، مجرد ان انا بحط الكاسات واشيلها بيحصل عمليه تباعد ما بين الفقرات وبعضها. مجرد ما يحصل تباعد ما بين الفقرات وبعضها بيحصل عمليه ايه بقى؟ تنشيط للمنطقه ديت، وفي نفس الوقت تليل للمفصل بصوره كبيره جدا، وفي نفس الوقت تعويض السائل الهلامي اللي احنا اتكلمنا عليه. هنا كده بنشتغل بالحاجات ديت، وفي نفس الوقت بعد ما نخلصها ممكن نعمل حجامه تشريطيه، وده مهم جدا مع مجموعه الزيوت والاعشاب اللي انا اتكلمت عليها في البدايه الخاصه بيها. طيب يا دكتور، كان في سؤال حضرتك ما حدش اتكلم عليه عشان في مداخله هاتفيه، اللي هو عينه الدم اللي هي اللي طالعه من الحجامه، نفس عينه الدم اللي هي اوريدي بتبقى ماشي، كنت بتتكلم على موضوع الكبد. بص حضرتك، طول ما هي العينه في نفس جسم الانسان واحده، مجرد ما خرجت من جسم الانسان خلاص فسدت انتهت. لكن انا طول ما انا كويس ما فيش حاجه اسمها دم فسد في جسمي، ولكن انا بغير الدم. تغيير الدم هو تنشيط للدوره الدمويه، هو تعويض للكبد، هو تعويض للعظم. خلي بالك الدم ده العظم محتاجه عشان الحديد، ما هو الحديد فيه جزئين، في جزء بيروح على الطحال بيعيد تجديده للعظام، وفي جزء تاني بيروح للكبد عشان يعمل حاجه اسمها الصفره. فلذلك لما يجي حد من اهالينا يكبر في السن يقول لك ايه اللي عنده نسبه الصفره عاليه، ابعد بقى عن الدهون والحاجات اللي هي ايه ممكن تسبب له مشاكل كبيره جدا. فموضوع الدم ده موضوع خطير، عاوز حلقات كتير عشان نتكلم فيه وشرح اكبر. بس هنا ان احنا نقدر نقوله ان انت كويس، طول ما انت ماشي كويس وصحتك كويسه مفيش حاجه اسمها دم فاسد ابدا. دم فاسد دي ما سمعناهاش غير في مصر، في العالم كله مفيش حاجه اسمها دم فاسد، ولكن اسمه تغيير للدم، تنشيط للدوره الدمويه، تغيير لكل الاورده والشرايين اللي موجوده في الجسم، تعويض لكل السوائل او المعادن او الفيتامينات اللي موجوده في الجسم. بنقدر نجدد كل الخلايا والانسجه والاوتار والانبوبه. طب هستاذنك، معانا مداخله من بدري، الاستاذ حامد من البحيره عايز يشارك معانا في موضوع الحجامه وموضوع الكورونا، يعني ازاي العلاج بالكورونا. اتفضل معانا استاذ حامد. استاذ حامد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل استاذ حامد. بستفسر للدكتور. ايوه معاك، اتفضل. معاك يا ريت تسمعنا من التليفون، بلاش التلفزيون، وطي صوت التلفزيون. انا موطيه. طيب اسمعنا، اتفضل، احنا سامعينك كويس. والله كنت عايز اسال بس الدكتور بالنسبه للخطونه بتاعت الركبه، هل بالنسبه للحجامه ممكن يعني تجيب نتيجه لعلاج الخشونه بالكامل، ولا علاج الخشونه ايه حضرتك؟ الخشونه بتاعت الركبه. طيب حاضر، في اي اسئله ثانيه؟ في بالنسبه لل ساعات لما باجي انام على جنب اليمين دراعي بينمس. جنبك اليمين؟ جنب. طيب. اليمين في مشكله بينامل. في مشكله في رقبتك او حاجه؟ في مشكله في الرقبه عندك؟ اه رقبتي تعبانه شويه. طيب احنا لسه حالا كنا بنتكلم دلوقتي، حضرتك ممكن تسمعني بقى. بص هو احنا كنا لسه حالا بنتكلم، بنقول ان الاعراض بتختلف عن الاماكن اللي هي اصلا فيها الالم. الاعراض حاجه والاماكن اللي بتعمل المشاكل الخاصه بالاعراض ده حاجه تانية خالص. حضرتك مشاكل تنميل الدراع ده اعراض لمرض، زي بالظبط البرد. التنفس ده اعراض، الزكام اعراض، مشاكل الصداع اعراض، مشاكل الجيوب، مشاكل العين اعراض، كل الحاجات دي اعراض، ولكن المرض حاجه تانية خالص. ده بالنسبه لمشكله العنقيه، يبقى انت هنا لازم تعمل حجامه على العنقيه اكتر من مره، وده هيجيب معاك نتيجه كويسه جدا. موضوع الخشونه يا جماعه، موضوع الخشونه وموضوع الفقرات، الحجامه والابر الصينيه وسم النحل بتجيب نتيجه بنسبه 90%. ده كويس جدا جدا، لازم حضراتكم تشتغلوا عليه وتجربوه ان شاء الله تستفادوا بيه، ده كويس قوي. لكن بالنسبه لحضرتك لموضوع فيروس كورونا خاص بموضوع الحجامه، احنا ما قلناش ان الحجامه بتعالج فيروس كورونا، ولكن احنا قلنا ازاي نحمي نفسنا من فيروس كورونا، او ايه الوقايه من فيروس كورونا. هل الحجامه لها علاقه بالحمايه او الوقايه من فيروس كورونا؟ ليها علاقه. علاقتها ايه؟ علاقتها ان هي مكمله،
زي المكمل الغذائي، زي الفيتامينات والمعادن، زي اي حاجه انا بستخدمها، ازاي ان انا اقدر من خلالها احمي نفسي من فيروس كورونا، احمي نفسي بتجديد الدم، بتقويه جهاز المناعه، بتنشيط الانسجه، بتقويه العضلات اللي موجوده في جسمي، بتقويه الاعصاب، بحل كل المشاكل الخاصه بالجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والجهاز التناسلي و كل المشاكل العصبيه اللي موجوده في الجسم بالكامل. هنا نقدر نقول ان الحجامه هتجيب معانا نتيجه كويسه جدا كالوقايه من فيروس كورونا. طيب مين الاشخاص حضرتك اللي بيتعرضوا للخطر اذا اجروا عمليه الحجامه؟ مين هم؟ طبعا كل اللي بيخاف من الحجامه ده بيشكل له خطر كبير جدا. ثانيا اذا كان الحجام مش عارف النقاط الخاصة بالحجامة أو الأماكن التعبيرية أو التشريحية أو التشخيصية الخاصة بالحجامة، دي مشكلة تانية. كمان كل الناس اللي هي بتعاني من كل المشاكل الخاصة بمشاكل الاكتئاب بصورة كبيرة. طب وحضرتك بتعملها هي بتسبب ألم للمريض؟ لا طبعا مفيش فيها أي حاجة. حتى التشريط كتير جدا بنشوف فيديوهات وصور كبيرة بنلاقي أن الدم مغرق الدنيا، وده عادة خاطئة. طبعا طبعا الحجامه التشريطيه اللي هي اخر عمليه من عمليات الحجامه اللي احنا بنعملها لازم يكون الدم بمقدار قليل جدا، ويكون كمان في ماده صفراء تظهر ما بين التشريط. حتى التشريط نفسه لو ظهر بعد الحجامه اعرف إيه ان الماده الصفراء دي الماده الصفراء دي اللي هو السائل الاصفر اللي احنا كده بنقول خلاص كده الدورات الثلاثه اتقابلوا مع بعض، يبقى احنا كده عملنا حجامه كويسه. طب لو ما ظهرتش الماده الصفراء في جسمنا احنا كده ما عملناش حاجه خالص. تمام، ودي حاجه من الحاجات الممتازه جدا اللي احنا نقدر نتكلم عليها وتجيب معانا نتيجه كويسه جدا، او نعرف من خلالها اذا كانت الحجامه اللي معانا ناجحه بنسبه 100% او هي غير ناجحه. طيب يا دكتور، هل في وقت معين يعني افضل وقت ان احنا نعمل فيه حجامه؟ بصي، في سنه نبويه بتقول ان في ايام معينه نعمل فيها الحجامه، ولكن لو 17 و 21 طبعا احنا في العاده احنا نقدر نقول ان الحجامه تتعمل في اي وقت ولاي حد، ولكن هنا احنا ازاي نهيئ مواعيد الحجامه؟ عن طريق الاكل والشرب، عن طريق المريض هو بيعاني من مشاكل ايه؟ انا دلوقتي مثلا عندي واحد عنده مشكله في الغضروف، فخليه يوم 17 19 21 مستحيل. واخده بال سيادتك؟ فطبعا الحجامه بتتعمل في اي وقت مش فيها اي مشكله خالص، ولكن الناس اللي هم يعني معتقدين ان هي في الايام دي اكتر دي ما فيهاش مشكله خالص، ده حاجه كويسه جدا. ولكن الحجامه بتتعمل في اي وقت ولاي حد. طب منطقه الراس، هل الحجامه بتجرى على منطقه الراس وهل في اثار او في خطوره على المريض نفسه؟ بص، انت اتكلمت في حته كويسه جدا. احنا عندنا منطقه الهامه ووسط الراس وعضله المستعد. الثلاث مناطق دول، شوف بقى، احنا مثلا عندنا عضله المستيد ده درسنا فيها حاجه جميله جدا، ان الدم الداخلي داخل المخ والمشاكل الخاصه بالصداع المزمن نتيجه الجيوب الانفيه او نتيجه النظر او نتيجه اي مشكله خاصه بالجسم، لقينا ان في عضله المستيد دي خروج الدم فيها اللي هي اسفل الظهر اسفل الاذن، لقينا ان المنطقه دي بتجيب نتيجه ممتازه جدا جدا جدا. مجرد خروج الدم منها بيحصل عمليه حاجه كده لا تتخيلها سبحان الله، ان بتمنع حدوث او وجود الصداع مره تانية في نفس المنطقه دي. كمان الناس اللي بيعانوا او الناس اللي بيستخدموا كحوليات بنسبه عاليه او المدخنين او المدمنين، كل الحاجات دي في العضله دي اللي هي المستيط دي جميله جدا. وسط الراس اللي احنا اتكلمنا عليها للناس اللي هم بيعانوا من مشاكل التنفس او الصداع او الحاجات دي. منطقه الهمه الناس اللي عاوزين الذاكره تبقى كويسه او بيعانوا من مشاكل الشيخوخه او الزهايمر او الحاجات دي كلها. طب في اتصالات كتيره جدا معانا يا دكتور، وهنطلع فاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى. حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. حابين بس نقول لحضراتكم ان احنا هنستنى مداخلاتكم. احنا معانا مداخلات كتير جدا هنقدر اللي هناخد منه دلوقتي اوكي هناخده، واللي مش هنقدر ناخده في الحلقه دلوقتي هنستناكم فعلى بيج الدكتور بعد الحلقه على طول لايف. هنطلع لايف انا واستاذ اسلام والدكتور محمد الفايد على البيج بتاع الدكتور محمد، وهناخد كل مداخلاتكم واسئلتكم. حابين بس نسال دلوقتي حضرتك يا دكتور هلكا التخسيس بقى، احنا طبعا الشعب المصري بيعاني من السمنه بطريقه كبيره جدا. طيب فهل الحجامه ليها علاقه بالتخسيس؟ في مجموعات زيوت احنا بنستخدمها اسمها مجموعات الزيوت الحارقه، دي احنا بنستخدمها على الاماكن الكبيره في الجسم اللي احنا ممكن نقول عليه اسمه تخسيس موضعي. الاماكن دي ممكن نستخدم عليها مجموعه الزيوت. بتعمل ايه؟ تعمل عمليه اذابه او تكسير للدهون اول مره، ثاني مره اذابه الدهون، ثالث مره شد الترهلات والسلويت اللي هو بينتج عن مشاكل الترهلات كبيرة الخاصة بجسم الإنسان. ودي حاجة جميلة جدا احنا الأول مرة نستخدمها بالحجامة، وبتبقى بحاجتين، حاجة اسمها الحجامة الجافة البسيطة وحاجة اسمها الحجامة المتزحلقة بمجموعة الزيوت دي. ودي حاجة بتجيب نتيجة جميلة جدا جدا لكل الناس اللي هم بيعانوا من مشاكل التخسيس، خصوصا من الأماكن الموضعية اللي هي عاوزين يتخلصوا منها. طب الحجامه بتعالج مثلا امراض مثل القولون او طبعا. حاجات يعني كثير بين كثير من المواطنين المصريين. في صوره كانت هنا من شويه حجامه حضرتك، دي احنا بنحطها في اماكن معينه، ممكن نستخدمها كحجامه مائيه او حجامه دوائيه، اكنك بالظبط سبحان الله بتشرب حاجه بس بتشربها عن طريق الحجامه. بنحط الماده دي داخل الحجامه، بعد كده بنسيبها لمده 5 دقائق او 10 دقائق بالظبط، بعد كده بيحصل عمليه سبحان الله يعني حاجه كده تتخيلها، كل الاعراض الخاصه بمشاكل الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي بالكامل بتروح تماما، حتى لو عندي حراره مرتفعه زي ما يكون ده كمادات طبيعيه سبحان الله، وفي نفس الوقت بتحمي المشاكل الخاصه بالجهاز الهضمي كلها زي مشاكل التقرحات ومشاكل الاثنى عشر ومشاكل الانتفاخات او الامساك او الكلام ده كله. كل الحاجات دي احنا بنستخدمها، ممكن نستخدم عليها الزنجبيل او العرق سوس، او ممكن نستخدم عليها حاجه اسمها زهره البابونج، وبالنسبه للصدر بنستخدم التليو، وفي نفس الوقت برضك ممكن نستخدم الزنجبيل للصدر لحاجه كويسه جدا. طيب يعني ايه المقصود بالحجامه ولماذا سميت بهذا الاسم؟ سؤال صعب قوي. بص، هو اولا الحجامه زي ما قلت لحضرتك هي هديه من ربنا سبحانه وتعالى لينا احنا في الارض، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. يا دكتور احنا معانا مداخله دلوقتي، استاذه ساميه من طنطا عايزه تسال حضرتك سؤال. اتفضلي استاذه ساميه. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا، اتفضلي. الله يخليك. لو سمحت انا ليا سؤال، ان واحده رجلها الاثنين خشونه ومنهم وتر مقطوع في ركبه كمان. رجلها الاثنين خشونه وفي وتر مقطوع في الايه؟ في الركبه، يعني الركبه. هي عمرها كام سنه حضرتك؟ 45. وزنها كام كيلو؟ 45. وزنها كام كيلو يا فندم؟ وزنها 60 كيلو. طيب حضرتك اسمعيني حضرتك، ماشي حاجه ثانيه؟ ماشي، شكرا استاذ.
شكرا استاذه ساميه. تابعينا حضرتك الدكتور هيجاوب معانا دقيقتين لو يعني لو طب خد اتصالات مش اوكي ناخد اتصالات ثانيه مش اتصالات طب ممكن تجاوب الاستاذه ساميه الاول. طيب بص حضرتك يا استاذه ساميه، احنا قلنا لحضرتك من شويه كل مشاكل الخشونه عن طريق حاجه اسمها الحجامه الجافه والمتزحلقه، ولكن المشكله الخاصه بالرجل اللي فيها مشكله في الوتر ده لازم ارجع للدكتور اللي انا متابع معاه عشان خاطر يقدر ان هو يعمل لي الاول علاج طبيعي لفتره طويله، وبعد كده ترجع لنا تاني بعد ما تعالج مشكله الوتر، وبعد كده نشوف احنا هنقدر نعالجها ازاي، هل هنستخدم فيها سم النحل او الابره الصينيه او الحجامه. تمام يا دكتور. طيب. بنشكر حضرتك على المعلومات الجميله. طيب. دي حابب تقول حاجه اسلام للدكتور؟ احنا بنشكر حضرتك يا دكتور محمد على المعلومات القيمه، واحنا طبعا تابعنا حضرتك عن موضوع الحجامه الهام جدا بالنسبه للمواطنين، وانه بيعالج امراض كثيرة جدا، وكمان ان الحجامة دي بتقي الجسم من كثير من الامراض، كمان بتنشط الجهاز المناعي، ودي بيكون لها تأثير في مقاومة بعض الامراض مثل فيروسات كورونا وكذا. خلي الدكتور يقول كلمة قبل ما نخلص الحلقة. حضرتك طيب. حابب تقول حاجة قبل المشاهدين قبل ما نصيحة لكل الناس اللي بيعانوا من مشاكل النفسية في الوقت اللي احنا فيه. ربنا سبحانه وتعالى وضع لنا المشاكل النفسية ديت عشان نرجع لربنا سبحانه وتعالى. المرض كتير جدا الناس بتروح عند الاطباء وما بيلاقوش علاج. النصيحه الاخيره اتركها للذي رفع السماء بالعمد، ولا تحزن على مصيبه ولو كانت في الولد، ادعو الرزاق عظيم المدد، ينعم ويعطي بلا حدود وبلا عدد، فكم من مصيبه فرجت بعد ان نظرنا العبد منها لا نفد، طمانينه القلوب في ذكرى الواحد الاحد الذي كتب الدواء قبل ان يكتب الرمد، حار الاطباء في شفاء عليل وياسوا معه بالدواء والعدد. شكرا ليك يا دكتور. سلام. نورتنا الحلقه دي. عايزين برضو نقول ان احنا دلوقتي هنطلع لايف على بيج الدكتور دكتور محمد الفايد على الفيسبوك، هنستقبل كل اسئلتكم بعد اللايف مباشره. كمان لو حد عنده اي استفسار او مشكله يكلمنا يتواصل معانا على بيج الفيسبوك برنامج 50 دقيقه الصفحه الرسميه، واستنونا في حلقه جديده ان شاء الله الاسبوع الجاي نفس الميعاد يوم الجمعه الساعه 4. شكرا ليكم. نشكرك يا دكتور، شرفتنا ونورتنا، وبنشكرك يا مروه، والى اللقاء في حلقات قادمه اخرى. الموضوع كبير جدا بتاع الحجامه، وبعالج امراض كثيره. انتظرونا ان شاء الله في الاسبوع القادم في نفس الميعاد 4 عصرا يوم الجمعه القادم من كل اسبوع. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.